بقي لي على هاي فدوه. ايه شي لي على تفاصيل هاي والله. هاي لوحه الصياد. لوحه الصياد. الصياد ايه يعني احكي لك علي اللوحه هذا 1200 شانه. 1000 1200 شانه. 200 شانه. ايه شوف صديقي هذا الحياكه مالته هم يدوي. هذا احنا شوف اليدوي هذا الخفيه مالته الشغل ماله درجه اولى يعني. طب لا تكسرت ولا هاي بيها الوان بيها قياسات هم نظام الزوليه هم نفس الشيء من الحافه مالته تتخيط هم يجي عرضه 4 متر ما يجي اقل من 4 متر شوف الوانه وشوف الخيط ماله هم يجي عرض 4 متر هذا الوزن ماله كلش حلو يعني لا هو ثقيل ولا هو خفيف عندك هاي نقشه هذا معرض كاشان وهذا شارع فلسطين المؤدي الى ساحه بيروت وتحديدا مقابل مستشفى الكندي شلونكم اصدقائي مشتاق لكم كلش هواي يا رب تكونون بخير وباحسن حال هذا المعرض العامر اللي انا متواجد به حاليا هو معرض كاشان للسجاد والموكت ان شاء الله راح نصور لكم تفاصيله وحصلت لكم منهم عرض خاص اي احد من حضراتكم يتصل عليهم يقولهم من طرف جولات علي العراقي راح يسوي لهم خصم خاص ان شاء الله اطلب منك تكمل الفيديو للاخير وتشترك بالقناه اذا بعدك ما مشترك وتعطي اعجاب بالفيديو هاي صفحاتي على الانستغرام وعلى الفيسبوك اذا حاب تتواصل وياي او عندك استفسار او طلب اني حاضر وارد عليكم في اي وقت خلينا نبدي بتصوير هاي التحف المعمارية واللوحات الفنية خليكم وياي السلام عليكم شلونك استاذنا العزيز شلون صحتك دام زحمك اليوم شويه تعرضنا لزوالي اهلا وسهلا بيك عندك خوش زوالي ما شاء الله الله يوفقك جزاك الله خير شنو هاي العفو هذا ايراني ايراني اي 1200 شانه نسميها غني لوحات مصورات يعني مو زولية تقليدية لا مصورة انت تفرش بالبيت انت فارش لوحة هاي لوحة الصياد هذني لا نقشات العادية يعني انك لافتية هاي القياس مالته 2.5 ب3 2.5 ب3.5 اي عندنا القياس 2 ب3 من يمنا وعندنا 1.5 متر 2.25 ما شاء الله وعندنا 3 في 4 من يمنا هاي بضاعة جديدة وصلت لنا هاي باها وصلت هاي كلها 1200 شانة 1200 شانة؟ ايه هاي الالوان مالتها والنقشات بس اذا ما يصير زحمة عليك تعيد لي القياسات حتى الناس تعرف من اصغر حجم الى اكبر حجم متر ونص بمترتين وربع متر ونص بمترتين وربع مترتين وربع 2 في 3 2 ونص في 3 ونص 3 في 4 3 في 4 وعندنا اشكال 3 في 5 بعدنا ما عارضين 3 في 5 بعدنا ما عارضين وعندنا المده مالتها 1 ب1.5 1 ب2 هذني كلهم كاشان كله كاشان ايراني 1200 شانه الشانه يعني شنو تكاتب الخيط ماله شلون تكاتب الخيط اها الحياكه الشغل ماله كل ما يصعد الشانه كل ما تصير زوليه احسن واخف وعندنا 1250 شانه وعندنا 1500 شانه هاي مو تقليديات مشينا عليها هاي يعني لو هذا شيء ترتيبه حلو وشغله حلو هذني لوحات مو زوالي بصراحه طبعا بقي لي على هاي فدوه اي شيء لي على تفاصيل هاي والله هاي لوحه الصياد لوحه الصياد الصياد اي يعني احكي لك علي اللوحه الصياد شلون يصيد شوفنا 1200 شانه تراكم ماله 3600
شلون؟ خلصنا من ذني النوعيات ال 1200 شنو؟ العفو ذني شنو ذني؟ ذني ايراني. ايراني؟ ايراني هذا. زين. ايش كم شانه هذا؟ هذا 1500 شانه. 1500 شانه؟ اي. مو زحمه على حضرتك. لا رحمة. انا اعتذر منك يعني بس حتى الناس تستفاد. من تعرض وحده اعطيني قياس. خلاص. 2.5 ب 3.5 هذا. 2.5 ب 3.5. 3.5. هذا ايراني. هاي بضاعة البحر مثلنا يعني، بضاعة جديدة. يعني أحدث موديل. أحدث موديل بعد ماكو أفضل من يمه. 1500 شان احنا نسميها. 1500 شان. شان إيه. الألوان. القياسات كلهم بيه. من متر ونص بمترتين وربع لحد هذا في أربعة. أقصى جديد مال هالسنة ذي. نقشات كلها مقاسه. وهاي العفو شنو هاي؟ هذا ايراني 2.5 ب 3.5. 2.5 ب 3.5. 3.5. 1500 شانه هذا. 1500 شانه. الوان حلوه ونقشات جدت مال هالسنه. هاي البحر نزلت عندهم؟ البحر نزل. اي هاي البحر نزلت. احدث موده. شيء بداعه بصراحه. يم معرض المعرض شو اسمه معرضكم؟ معرض؟ كاشان. كاشان. جاوا معرض اياد من دلاوي. بالنسبة للأسعار؟ أسعارنا مناسبة يعني. أسعاركم أنا أعرف مناسبة. مناسبة أي. بس أنتوا قلتوا لي إنه راح نسوي لكم خصم خاص. بعيني. القناة خواطر على العراقي. صار إيه. يعني اللي يتصل عليك هالقدام الناس. يتصل عليك من طرف يدير بالك عليه. يتدلل. إلى سعر خاص. يتدلل. بعد أنا لزمتك من كلمتك. لا تدلل. حبيب حبيب. تدلل. لا من طرفك. جزاك الله. جزاك الله خير. أسعارنا مناسبة يعني. حلوة شغلاتنا يعني قوية والله يعني. شو بس هذا؟ الألوان بداعة. زود حنا حنا حباري الخامس. هذا تركوازي. أكو أنواع من الألوان تركوازي يعني. هذا ايش قد مات ال هذا 1500 شانه. 1500 شانه والقياس 2.5 ب 3.5. 2.5 ب 3.5. 3.5 شوف صديقي هذا 1500 شانه. زين اللي عنده هول صغير تراكم مالك 4500. اللي عنده هول صغير عندكم قياسات اصغر من يمه. ايش قد؟ 2 في 3 راح اشوفنا اياهن موجودات. هذا مال هول صغير. هاي 2 ب 3. 2 في 3 الاصغر من 2.5 ب 3.5. الأصغر من 2.5 ب 3.5. هاي 2 في 3. هاي 2 في 3. الألوان كلها موجودة. بضاعة جديدة. البارحة وصلت لنا يعني. شو هاي الألوان؟ هذا معرض كاشان. سير بشارع فلسطين. مقابل شارع. مقابل 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 شارع مقابل خيمة. مجاور معرض اياد المندلاوي. مجاور معرض اياد المندلاوي الموكير. هذا 1200 شانه. 1200 شانه. 1200 شانه. اي شوف صديقي اكو عالم يقول لك الليبل الليبل هو مو على الليبل. شوف هنا هم ينكتب 1200 شانه. طريه. هذا متر ونص بمترتين وربع صديقي. متر ونص بمترتين وربع. بمترتين وربع. هذا حرير. حرير. هم ايراني؟ ايراني هذا. زين. هذا يدوي شراشيب مالته. عندك هنا هذا الحياكه مالته هم يدوي. هذا احنا شو باليدوي هذا الخفيه مالته الشغل ماله درجه اولى يعني. طب لا تكسرت ولا هاي بيها الوان بيها قياسات. هاي 1.5 بمترتين وربع.
بيها القياس 2 في 3 بس 2.5 في 3 ونص ما بيها. هاي جودة مالته الشغل ماله فالشي يعني راقية. حتى ألوانه حلوة. زين شلون زوالي ذني؟ هي حلوات. أجدك بضاعة البحر وصلت النهاية. نقشات حلوة يعني. نقشات مال الزوالي القديمة يعني اليدوي. هاي ما يدرم احنا نسميها النقشة. كود النقش ناعم. من العفو. هذا القياس مالته 1.5 بمترتين وربع. 1.5 بمترتين وربع. 1200 شانة هذا. 1200 شانة. البحر وصلت لنا البضاعة. الالوان النقشات كلش حلوة، الالوان كلها فواتح. النقشات هم حلوة جديدة مال هالسنة. شوف صديقي وين كتب 1200 شانة. هاي بطاطس يعني بالاحياء كمان كمان هذا الاصغر من 2 في 3 في القياس متر ونص بمترتين وربع بس عامله مناسبه واي واحد يخاف يتصل علينا من طرف استاذ علي يتدلل هو استاذ علي جزاك الله خير زين هاي 1200 شانة اللوحات يعني مو جودية تقليدية لا لوحة من تفرش بالبيت فارش لوحة انت ما شاء الله حلو ومرتب كلش حلو اي بداعة اصلا هدي القياس مال 2 في 3 هاي هم لوحة الصياد كلها 1200 شانة و 1500 شانة ان شاء الله هالاسبوع هم نعرضها ان شاء الله دواسات تركية دواسات تركية ايه خفيفة وحلوة يعني مال عدبة الباب طواخات الوان طواخات فواتح بيها شي حلوة يعني ورخيصة مو ذاك السعر يعني ان شاء الله مرتبة وحلوة هاي المادة شنو تفاصيلها؟ هذا ايراني ايراني؟ اي 1500 شانة 1500 شانة متر بثلاثة هذا متر؟ متر بثلاثة ثلاثة يعني طول ثلاثة والعرض متر ستندر هذا هذا ايراني ستندر يعني وعندنا 1.5 من يمه 1.5 واحد باثنين عندنا واحد باربعة عندنا هذا معرض اياد المندلاوي هذا المحل متخصص ببيع الكاربت والموكيت عنده شغلات كلش حلوة واصلتهم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. راح نصور الحضراتكم ونذكر لكم التفاصيل والقياسات والأنواع خليكم وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذنا العزيز؟ إذا تسمح نعرض هاي الموكيتات تشرح لنا عليها. جزاك الله خير. هذا حرير. النوع ماله حرير والخيط ماله شوف الملمس ماله ناعم مو خشن يصير. هذا الحافة عندنا ماكينة خيط من ينقاس وظهر زولية مو ظهر هذا العادي ووزنه لا ثقيل ولا خفيف وعندنا بعد يعني موديلات غير ان هسه راح اصوره وتشوفه هذا على المتر نعم كله على المتر نظامه هذا للقياسات المحيرة قياسات محيرة الزولية تجي قياس محدد بس هذا انت تتحكم به الزولية بينما هو يتحكم بك هذا قطن قطن هذا حاليا متوفر بس اربع الوان والالوان الباقيه ما تبع عندي ما واسطه يعني عندنا بالمخزن بس بعدنا ما عارضين يعني بعد ايام نعرضين هذا وزنه شويه ثقيل وظهره زوليه نظامه نظام زوليه وهذا الحافه ما تهم يتخيط يعني نفس الحرير اللي قبله عندك هاي بس هاي اربع الوان بس هذا يختلف
هذا شنو هذا؟ هذا عندك صوف. صوف؟ نعم، هذا صوف، هذا وزنه أخف يصير، مو نفس النوعين، النوعية مالته شوية أقل درجة من عنده. أستاذنا العزيز، هذا تركي، همين تركي، هذا نقشة المودرن. مودرن؟ نعم مودرن، هذا هم نظام الزولية، هم نفس الشيء من الحافة ما تتخيط، هم يجي عرضه 4 متر، ما يجي أقل من 4 متر. شوف ألوانه وشوف الخيط ماله، عندك متوفر به 5 نقشات اللي هنا ذني هسه قدامك، واضحات النقشات اللي عندنا كله تركي، وكل كل النظام زولية، بس اكو الباندا يجي ذاك النظام مو زولية. هذا هم قطن بس وزنه شوية اخف، هذا عندك بي يجي 6 الوان، ظهره هم زولية، هم نظام زولية، هم الحفا ما تتخيط، وهم بالفرش يعطي جمالية اكثر، مو مثل ما هسه تشوف انت هيش معروض. عندك كل المعروض بالفرش مو مثل ما هو معروض الفرش، عندك يختلف، عندك الإنارة، اكو إنارة بفرق يعطيك للون، يعطيك جمالية له، هذا كله فرق. يصير اوزان 3 اوزان، هذا يعتبر الوزن اللي شوية اثقل يصير يعني، وهذا ظهره عازل، يعني عازل للرطوبة وما يتحرك من ينفرش على بالمرمر او كاشي، لان ظهره يصير محبب. حبابي. نعم، وعندنا بعد بين غير نقشات وغير ألوان حاليا عندنا معروض هذا، ويجي بيه عرض 3 متر، عرض 3 متر اكو بين ظهره ما تصير قريب للظهر الزولية. هذا حرير. حرير؟ نعم حرير ظهره زولية، هذا بيه 3 نقشات، هذا بنفس الشيء هم يتخيط الحافة وهم يجي عرض 4 متر. هذا الوزن ماله كلش حلو، يعني لا هو ثقيل ولا هو خفيف. عندك هاي نقشة، عندك الفوق نقشة، اكو بعد مكمل الى لونين، هذا الفوق النقشة الفوق مكمل الى بعد لونين، اللي هو اللون اللي موجود اللي يصير على ذهبي وتقريبا على بنفسجي. العفو، هذا الحرير اللي مكمل ذاته، وهذا اللونين البقية اللي مكمل ذاك النقشة اللي قبل شوي صورناه. هذا هم نفس الشيء، هم نظامه همين مثل الزولية، ظهره زولية. ايه، وهاي بقيه نقشاته اللي هو النقشه الثالثه، وهذا مكمل النقشه الثانيه. وهذا العفو، هذا قطن. قطن؟ نعم، هذا قطن يصير شويه اثقل، نفس الشيء هم نظام زوليه، هذا ظهره زوليه يصير، هم الحافه ما تتخيط، والقياسات هم تنقص، يعني يبقى مثلا يبقى بي زايد، الزائد ياخذه يستفاد من عنده على مده، يشغله بمكان غير مكان عنده، يعني يستفاد من عنده بهوايه، وهم يتخيط، وعندنا ماكينة تخيط. أنا أشكرك على تعبتك، شرفتنا، ممنون. ومعرضك تسلم. هذا تسلم حبيبي. معرضكم شو اسمه؟ معرض أياد المندلاوي. أياد المندلاوي، تحياتي على رأسي.